اليوم عقب مجموعة نقاط أريد أن أناقشها وياكم، وبالخصوص صار تقريبا سنة على عمر هذه الحكومة. هذه الحكومة ورثت تركة ثقيلة جدا، ما أعتقد حكومة عراقية مرت بها منذ عام 2003 لحد الآن. تركة ثقيلة معقدة، وكذلك ورثنا وضع اقتصادي صعب جدا، فضلا عن التحديات فيما يخص الحراك الاجتماعي ووباء كورونا. مع كل هذا تمكنت الحكومة العراقية برغم كل التحديات من تجاوز الأزمة وتقديم مجموعة من الإنجازات والخطوات عن طريق مبدأ الإصلاح، عن طريق محاربة المحسوبية، وكذلك النفوذ المتزايد للجماعات الفاسدة، وحاولنا إنقاذ البلد ماليا واقتصاديا، وما زلنا نحاول ونخطط لتجاوز كل الأزمات. بعد أن طوينا صفحة سنة من عمر هذه الحكومة التي منحها مجلس النواب الثقة، اليوم عندنا التقرير الأداء الحكومي اللي يبدي من آيار 2020 إلى آيار 21 اللي بيه عمل وإنجازات هذه الحكومة. وهذا التقرير تم كتابته بكل شفافية عن طريق خبراء، بعضهم جزء من مؤسسات الدولة والبعض الآخر مجموعة من الخبراء المستقلين وشخصيات دولية، فتم كتابته بكل حيادية لكي ننقل رسالة واضحة لشعبنا وناسنا، نحن جادين بالتعاطي بالشفافية مع كل التزامات. عانى شعبنا كما تعرفون الكثير الكثير بسبب الفساد والمحسوبية وقلة الضمير الوطني التي أنتجت تداعيات خطيرة تمثلت في ما حصل في أكتوبر من عام 2019. هاي السنة رغم كل التحديات نجحنا بتقديم الورقة البيضاء، هي ورقة إصلاحية بامتياز. كذلك الحكومة قامت بإجراءات لمكافحة الفساد، وهذه أول مرة أو أول حكومة تواعد وتنفذ. من اليوم الأول قلنا الحكومة أفعال وليس حكومة أقوال، وتعرضت الحكومة إلى عمليات تشويش وتشويه لما تقوم في أي خطوة، وهناك محاولات لعرقلة أي إنجاز لهذه الحكومة. وعلى هذا الأساس اخترنا مسار إصلاح، ولن نلتفت أو ننتبه إلى كل أصوات النشاز التي حاولت النيل من معنويات وعزيمة هذه الحكومة، وما زلنا مستمرين. لا نبحث عن دور في الإعلام ولا نبحث عن دور سياسي، نبحث عن إرضاء ضميرنا وإرضاء شعبنا بما يستحق به من كل خدمة